السلام عليكم، كيدايرين؟ لاباس؟ كلشي بخير؟ معكم نزار الدحماني، باطوب كومبوزيتور من المغرب. كما شفتوا في البدايه ديال الحلقه، وصلوني بزاف ديال الاسئله متعلقين كيفاش نشري الباتري، كيفاش نشري لي زاكسيسوار ديال الباتري، شنو هو النوع اللي غنستعمل في الباتري. هادشي كامل غنطرقوا ليه في الحلقه ديالنا اليوم، نتابعوها. اول حاجه خاصنا نعرفوها قبل ما نشرو الباتري هما العلامات التجاريه. كاينين بزاف ديال العلامات التجاريه في العالم اللي معروفين ولا ما معروفينش. انا غنصحكم اليوم بالعلامات المعروفين اللي عندهم واحد المكانه عالميه وتا انا تنستعملهم. كاين ليدوينغ، كاين داو دبليو، دي دبليو تنقولوا لها داو، كاين ياماها، بيرل، مابكس، سونور، وغريتش، و بروميير، و تاما، دي درومز. هادو علامات معروفين مونديال، تيستعملوهم بزاف ديال لي باتور بروفيسيونيل، وعدو تيشهدو بانهم عندهم مستوى عالي. دابا تعرفنا على العلامات التجاريه المعروفه، وثاني حاجه خصنا نعرفوها في الباتري هما لي زاكسيسوار، لي زاكسيسوار ديال الباتري. اول حاجه من نمشيو نشوفو نقلبو الباتري، خصنا نلقاو فيها طوم دو وكيس كلير، غروس كيس، طومباس، لي سيمبال، والشارلستون. هادو هما الاكسسوارات المهمين. انا ديجا طرقت لهم في حلقه اللي فاتت، هي حلقه التعريف، دونك غتلقاوها على هذا الرابط. هادو هما الاساسيات، دوها فيهم وقلبهم. لما كانش في الباتري هاد العناصر كامله بلا ما تشلوها، بلا ما تكون عندكم، لان حاجه تتكمل حاجه. اي اكسسوار تكمل اكسسوار، ماشي انت باتور وغتقول لي غنلعب غير بكيس كلير طومباس. ضروري خصو يكونوا لي طوم، ضروري خصو يكون شارلستون، وضروري خصو يكونوا حتى السيمبال. ثالث حاجه من بغي نشري الباتري نمشي نجربو، لا نشوف لو سون ديالو، نشوف لي بو ديالو. اول حاجه غنصحكم بها ان الباتري واخا يكون قديم، لي بو الجلد ديالو خص يكون زوين. الا كان الجلد زوين غتساعد باش يعطي تا الصوت مزيان، عندو تا هو واحد الدور اساس خاصه تا هو ندوها فيه. وشوفوا واش كاين شي حاجه مهرسه، شوفوا واش كاين شي حاجه مصديه، راه الصدى تا هو خايب للباتري. قلبوا اي ايزيطاب، راه واخا يكون اوكازيو شروه، اقلبوا غير هاد الاكسسوار، هاد الحاجات العاديه في الدرومز. بزاف سولتوني على المشاكل ديال الصداع ديال الباتري، العائله ما تيخلوكمش، الجيران ما تيخلوكمش، اي وحدين قراب تديروا لهم الصداع ما تيخلوكمش. حنا عارفين ان الاكوستيك تيدير الصداع، كل العائله ديالو تتقبل الصداع، كاين الجيران ديالهم تيتقبلوا الصداع. اللي عنده هاد المشاكل بزاف نصحوا يشري باتري الكتريك. باتري الكتريك كاينين بزاف ديال الانواع ديال الباتري الكتريك، كاين فيهم الخايب وكاين الزوين. كاين نعطيكم على المثال واحد جوج لي مارك او ثلاثه لي مارك اللي معروفين، كاين ياماها، كاين هولاند، وكاين السيس، وبزاف بزاف هما بزاف ديال لي مارك. هادو عطيتكم بزاف اللي معروفين على الصعيد الدولي، شروهم. كاين هو الاثمنه ديالهم راه تيكونوا باهضين شويه، ولكن راه تيهنوكم من الصداع. دابا وصلنا للسؤال المهم اللي سولوني بزاف ديال الدراري، بزاف ديال المحبين ديال الباتري، على الاثمنه. شحال تيديروا لي باتري في الاوكازيون وفي الجديد؟ غادي نعطيكم بالنسبه للاكوستيك. في الاوكازيون قد يتراوح الثمن ديالو في المغرب ما بين 1500 درهم، 1500 درهم غيكون عيان، ما غيكونش شي حاجه مزيانه، حتى 10000 درهم، 7000 درهم، 8000 درهم، حتى 10000 درهم على حساب لا مارك ولي زاكسيسوار. حاولوا واخا لوكازيون، حاولوا تركزوا بزاف على لي مارك اللي تطرقنا اليوم في ستيب 1. اما بالنسبه للشديد في الباتري اكوستيك، هو راه تيكون الثمن ديالو جد باهظ شويه، بالنسبه يمكن لكم يمكن لي يتراوح ما بين 5000 درهم، 5000 درهم حتى 10 المليون سنتيم، على حساب لي مارك، على حساب لي مارك والمكونات ديالو. لي مارك غاليين بزاف ديال الباتريات في اوروبا وفي امريكا، لهذا اللي ما عندوش الامكانيات يمكن ليه يشري غير باتري اكوستيك بثمن رخيص جدا ويكون زوين. المهم بالنسبه للناس اللي تسولوا على الاثمنه ديال الالكتريك، يقد يكون الثمن الالكتريك في الاكوستيك يتراوح ما بين 2500 3000
3500 تال 11000 درهم. 11000 درهم هو الثمن اللي نقولوا رخيص بالنسبه للباطري الالكتريك، لانه هما تيكونوا غاليين بزاف. اما بالنسبه الجديد يقدر يكون يتراوح الثمن ديال الباطري الالكتريك من بين من 10000 درهم تال 6 مليون سنتيم او 7 مليون سنتيم، لانه اثمنه جد باهظه في الالكتريك. هادو كانوا الاثمنه ديال الباطري اما الكتريك اما جديد. نعطيكم نصيحه، حاولوا راه واخا يكون باطري اكوستيك، حاولوا دوها غير في ليزاكسيسوار وفي المكونات ديالو باش يمكن لكم تشرو. راه ماشي غير باطري اكوستيك صافي راه عليا، يمكن يقدر يكون باطري اكوستيك اوكازيون حسن من باطري اكوستيك جديد، وهذا حاولوا دوها في ليزيطاي بزاف. هذا الشيء اللي كاين في هذه الحلقه، نتمنى نكون جاوبت جميع المحبين ديال الباطري على الاسئله ديالهم المتعلقه بالاثمنه وبكيفاش نشرو الباطري. الى عجبتكم الحلقه حاولوا ديروا سبسكرايب في لاشين ديالي الاوفيسيال نزار الدحماني. عجبتكم الحلقه ديروا لايك، ما عجبتكمش ديروا اير لايك، وبارطاجيو لا فيديو لصحابكم اللي تيقلبوا على هذا السؤال واللي جاوبهم عليه. بارطاجيو هادشي باش غادي يوصل للدراري اللي ما تيشاهدونيش، اللي باغين شي واحد تيعلم يعطي هاد الاجابه على هاد الاسئله.